Never let go of me. طيب اليوم جايب لكم مقطع جديد وفكره جديده، بس قبل لا نبدا تفاصيل حلقه اليوم احب انبهكم على شيء اسطوري وبيعجبكم. يا اخوان سوينا تخفيضات على الاسعار في متجر الكوين. المليون اول كان 195، خليناها الحين 159. يا ساتر يا التخفيض. فالاسعار الحين في متجري ارخص الاسعار، سوينا لكم يا اخوان تخفيضات اسطوريه على الكوينز. فاذا حاب تشتري كوينز فرصتك الان، روح واشتر كوينز لان الاسعار انا منزلها لكم يعني خلاص اخر شيء. طبعا كل الفئات نازله يعني مو بس المليون، لا بس انا اعطيتكم مثال على المليون. فاذا حاب تشتري كوينز متجري تحت في الديسكربشن، رابط المتجر وبرضه رابط الدعم الفني حق الواتساب. والحين خلونا نبدا بحلقه اليوم. صح اشتراك يا اخوان، يا اخوان اشتركوا بالقناه، زودوا اشتراكات هذه الايام. اذا انت تتابعني اشترك، ترى في نسبه والله كبيره دايم مثل اي يوتيوبر يقول هذه الكلمه، انا كنت احسبه ينصبون بس هم صرت يوتيوبرز كنت انهم صادقين. دائما في نسبه مره عاليه ان الناس تتابع ما تشترك، فاشترك بالقناه اذا ما كنت مشترك. والان خلونا نبدا باعاده بناء الموسم الانجلي. تقول لي عبد الله شلون بتسوي اعاده بناء الموسم الانجلي؟ تذكرون هذا الموسم الانجلي بالطقم هذا بالذات الانجلي يا اخوان اختفى صدق. هذا كان بداية نهاية الانجلي الصراحة، يعني والله من جد من بعد هذا الموسم الانجلي راح فيها. فأنا بسوي عدة بناء لهذا الموسم وراح نلعب في الشامبيونز ليج من دور 16 إلى النهائي إن شاء الله، إني بقدر أوصل للنهائي. بصير أتحكم بالانجلي بس، والله يستر من بيكيه وألبا وبوسكيتس، والله يا إخوان بشيل همهم. عاد المشكلة هذه الفترة أسوأ فترة في تاريخ برشلونة، الفترة بالطقم المربعات ذا الخايس ذا أسوأ فترة. يا أبوي شتيغن طاح شعره، اشتيقن في هذه الفترة طاح شعره، الرجال توه مسوي زراعة من الدفاع، فعشان كذا انا لازم اعيد بناء الانجلي، خلاص الانجلي ان شاء الله بنضبط موسم هذاك الخايس يعني، لان من هذاك الموسم ما عاد شاف خير الرجال. الشيء اللي جذبني يا اخوان انه في دور 16 طلع ضدنا نابولي اللي هم نفسهم طلعوا ضد برشلونة في الصدق في نفس هذا الموسم، بعدين طلع ضدهم البايرن وطلعوا من البايرن، فحنا الان راح نلعب في دور 16 ضد نابولي نفس الشيء يعني ما شاء الله الصدف اللي جالسه تمشي. المواجهات الثانيه هذه اوكي شوفوها قدامكم، والله ما في مواجهات مره سوبر، راح اكون مدافع جنب بيكي وجنب سميدو وجوردي البا. مشكله اشتيقن يبدا مصاب، ما ادري ايش السالفه، والله ما ادري ايش السالفه. اصبر خلينا نشوف العناصر اللي عند برشلونه هذا الموسم، موسم 2020 ايش تشكيلتهم؟ ديمبلي دكه، فاتي، امتيتي، فيدال كان موجود ذا الموسم بس خسي يلعب. يا يعني شوف الطاقات كويسه. اقول حلو حلو ايش سويت انا؟ اصبر هدا اعصابك يا ابوي. بوسكيتس ما يلعب يا عيال، والله ما يلعب، بدخل اي احد من عندنا. راكيتش يا ابوي. انا المدرب الانجلي، شوف جبهه شتيغن، والله انها من الانجلي والله شوفه. فالان خلونا نبدا ضد نابولي ونشوف ايش الوضع. ها هل يمديني اسوي التحدي اني اجيب الشامبيونز ليج ولا لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي بنلعب بالطقم الاصفر، اول شيء في ارض نابولي، وصار الهدف بهدفين، الهدف بهدفين في نظام الشامبيونز ليج في السنه هذه. بس انا الان لاعب، انا الان لاعب. شوفوا حاطين الانجلي سبحان الله، حاطينه هنا يدرون اني باخذه. عاد المشكله هذه أسوأ فتره في تاريخ برشلونه، يعني احتمال اني افشل بالتحدي والله يعني نسبه عاليه، نسبه الفشل عاليه اتوقع. بخلي الانجلي يبدع، انا هدفي خلي الانجلي يبدع اقصى درجه الابداع ان شاء الله. وش ذا الحكم سعودي ذا؟ انسك سوكته والصلافع، واضح مدرس يعني. والله كانها مباراه برشلونه ونابولي يا عيال اللي صارت صدق في دور 16. حلو تمرير غلط، ناول اسطوره الدفاع، اسطوره الدفاع. نقل ايش تسوي؟ اوكي يا عمري القراءه، يا سلام يا ساتر. ميسي اشوى سجل. اوكي ليو، لا لا شكلها مباراه سهله نفس اللي صارت في الصدق، اذكر عدوهم بسهوله برشلونه الظاهر. اوكي عينكم على الانجلي يا اخوان، عينكم على الانجلي. شوف عبد الله ما سويت شيء، والله صح ما سويت شيء. والموت هذا الانجلي صدق، معليش يا شتيغن. والله اوكي خلاص خلاص، والله زراعه الشعر علي الحين. الواحد يناظر زين، قبل شوي احس اني فيني حول اقسم بالله. الله يقلع يا ديونج. اوكي يا ساتر، والله ما تدخل ترى. والله متدخل، والله متدخل على الكوره، انا ماني بشايت بس الانجلي بغى يجيبها والله. شوف الامان ناول، شوف الانجلي يا عمري يا الانجلي يا شيخ. اوكي ارجع لي اوريكم بعد مهارات. شوف اخوان والله اتوقع ان الانجلي خلاص خلصت اعاده البناء. اوكي الانجلي يا سلام، ارجع لي راكيتش مضغوط عليك. اوكي شوف الخروج بالكره، المدافع اللي يخرج بالكره الانجلي. يا سلام يا الانجلي. اوكي حلو جريزو، وين ميسي هذا طولك والله العظيم. لا هنا باص، المدافع اللي يخرج بالكره. شوف 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 يا عيال اضافه هجوميه. لا عاد لا ترجع لي حكم تكفى صفر. بشوف الان احصائياتي في الشوط الاول. الله يقلع شكلك، الله يقلع شكلك يا جريزمان. اطلعوا يا رجال، سواريز
يويو الباص اخ بس عيال انا جالس اعطي اضافه هجوميه اكثر من اضافه دفاعيه. خطيره رفعه بيكي يا عمري والله خلصت انا. بيكي يا علي روح قدام لازم اربيك يعني انا. واو خطيره ارجع الانجل يرجع ربهم ارجع. اشتيق وين رايح يا جريزمان يا جريزمان يا اخي اللمسه الجوردي ولا لمسه الانجلي استغفر الله. والله احيانا ملاقيف ذا المهاجمين مسوين فيها احنا ندافع وجرينتا والانجلي موجود. خطيره الكوره لازالت قائمه. واو الله يا الانجلي توك تسوي تدخل. بكي عقل عشوه. اوكي ارجع يا اخي ايش في باصاتكم كذا. هنا يا سلام يا سلام. من عندنا ليو ليو ميسي ليو ميسي. والله ضاغطيننا يا عيال والله ضاغطيننا يا عيال. اوكي نابولي 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 نابولي. لينجلي 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 يا تسلل تسلل. لينجلي شو تسوي؟ بحظن لين تنتهي المباراة. بحظن يا اخوان لين تنتهي. والله نفوز اليوم. اضغط علي لوزانو اضغط. يا الهطف. اوكي اشتيقن هنا اشتيقن. اوكي والله لحظن لين نفوز. روح الزاوية. تعال اضغط علي لوزانو. تعال ايش فيك؟ احسني قاعد تشوفني ها؟ دقدق بالكورة. ايه الانجلي لمسه. يا سلام اتوقع اني قدمت مباراه جيده ضد خصم هجومه ضعيف الصراحه. يعني لو هجومهم شوي قوي بقول اني قدمت مباراه ممتازه بس هجومهم ضعيف فمباراه جيده جدا بالنسبه لي. من اعلى تقييم ميسي انا ثاني. لا والله ماني بثاني بس شيء تقييم 7.8 كويس. ما يحتاج نلعب اللي في الكامب نو على كذا. شكلي بسوي له محاكاه وننتقل للدور اللي بعده اتوقع. بسوي زي كذا. مباراة الكامب نو راح تكون سهلة فبنسوي محاكاة سريعة الآن وانتصار بإذن الله. نعم 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 يا اخوان بس إصابة راكيتيتش. طيب تأهلنا باثنين كلين شيت يحسب لي 2 كلين شيت ترى إلى الآن في الشامبيونز. تخيلوا يطلع البايرن يا عيال تخيلوا يطلع البايرن نفس الصدق. والله خلينا نشوف دور الثمانية ضد مانشستر سيتي. لا والله تغيرت مانشستر سيتي يا ساتر. الأندية اللي باقية مرة قوية. طيب السيتي هو الفريق اللي تختبر قوتك في الدفاع يا لينجلي ضده الصراحه. مانشستر سيتي مع بيب راح يكونون خصم عنيد. اول شيء في ارض مانشستر سيتي. طيب اوكي بنلبس هذا هم يلبسون هذا. اوكي يلا بسم الله. اللعب بلعب واحد عاد الحين السيتي هجوم الارض. اغويرو ضدي لينجلي مورك تمام. لا تخاف ترى ضدك سيلفا اغويرو وستيرلينج ان شاء الله. هنا والغلط سواريز الحمد لله والشكر. بيكي والله بيكي يا عيال يروع اقسم بالله انه يروع. ها فتحت لك بس خلاص انتهى دوري. سواريز شو يسوي ذا؟ هذا سواريز السعودي ذاك عرفتوه؟ هنا 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 اوكي. يا الله يا الهدوء يا لينجلي. جريزمان تكفون يا عيال نسجل. والله بدعت اعطيتها لفه كاني ديونج. ارجع يا بيكي يا اخوان والله شوف حتى ما اعطاني اصفر. والله اني ما اخذ الكوره يا عيال. والله لنا من وجهك يا الانجلي ذا. يا عيال شوفوا ها شوف يا عيال والله انها على الكوره يا عيال. شفتوا مالي مسها شي ها 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 ها. والله انها ظلم يا الانجلي. ظلموك اغويرو على التنفيذ. اغويرو ما يضيع. ايش تقني صد بس اشتيقن يصد له صد اصلا صد 2015 صده ورجع يصد الحين. يا عمري يا تير اشتيقن هذا بلنتي الحرام ذا. مانشستر سيتي ضغط عالي يا عمري يا لينجلي في المكان المطلوب. صبر 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 اوكي وين رايح ستيرلينج؟ يا ساتر استر. اوكي خطيره يا ساتر. انا وين رايح يا عيال نسيت الدفاع. طلعت برا المنطقه تحمست على الهجمه نسيت. واو تير اشتيقن والله كان برشلونه في الصدق. خذ ما ادري من دخلك انت يا روبرت. والله الانجلي ايش فيه؟ هي الانجلي تمريره. يا سلام يا الله ضغط عالي من سيتي. حلو جريزو قدام عشان على طول نضربهم في ضغطهم. قدام روبرتو قدام. حلو سواريز ميسي ثاني مره. يا ساتر هجمه حلوه لبرشلونه. والله هجمه حلوه. تكفون يا عيال انا اللي قاطعها خلوها تدخل هدف. حلو سواريز اليوم بركب له تقويم هنا بالله. انجلي يا رجال وينكم انتم؟ والله وين الوسط؟ وين هدوها شوي. اول ما اسلم الكوره لو واصلين ملعب مانشستر يونايتد احس المباراه يبيلها ديمبلي بدال سواريز. الا سواريز صح سواريز. الا كنت بقول جريزمان بس سواريز والله
رايح فيها يا عيال. اول شيء ضف وجهك روبرتو، ثاني شيء ضف وجهك بيكيه، ثالث شيء سواريز خذ لك راحه بس كذا. يا سلام كذا تشكيله شوفها كويسه. يلا يا رجال يلا يا رجال، شوط ثاني شوطنا باذن الله. ارجع ارجع امتيتي، ترى عندك، تراها في جهتك مو في جهتي. يا سلام من القراءه، شفتوا؟ ارجع ارجع بعدين اقطع الباص. بس امتيتي كان المفروض يضغط ولا يحطنا في ذا الموقف يا رجال. لو نسجل بس حلو. جريزمان الدلع كالعاده. جريزمان ايش فيك؟ خطيره. يا سلام عليك يا شو اسمك انت امتيتي. يا سلام يا امتيتي، اشوى اشوى والله. امتيتي هو اللي راح يكون خويي بالدفاع، خلاص قرر. مرتده 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 يا اخوي. يا ارثر ترجع، خطيره الكوره. اوكي يا سلام يا الانجلي، هدي اللعب هدي اللعب، افتح لك افتح لك هنا. ايوه ايوه يا شتيجن فاهمني. ركنيه ركنيه ركنيه، لو اكملها واسجل بس. توقعني يمديني يمديني اسجل. اطلبها 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 اطلبها. نقلي فيدال فيدال، تسوقها يا فيدال. استغفر الله العلي العظيم. البا هنا اوكي خذ يا فيدال، راسيه مني يحضنها بعدين يضربها عارضه. هنا 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 يا عيال، والله لو نسجل هدف حرام والله في ارضهم. المفروض نطلع بهدف على الاقل، شفني. يا سلام يا عمري، والله بديت الهجمه بطريقه صح. يلا ديمبلي، يلا عثمان، الكره عندكم. جريزو يس يا عيال، والله اني سحبتهم. بعدين افتح المساحه لعثمان ديمبلي. اعطى اعطى، ايش في راس البريكان ذا؟ ادائي والله احلى يا عيال، بديت اتعود على الانجلي انا. بديت اتعود على غباء شوي. فيدال يا اخي يا اخي، انا من الحمار اللي بادي بروبرتو والله العظيم. اوكي اضغط سميدو، اضغط سميدو، تكفى. واو يس، نفس اللي سويناه في نابولي، الهدف بهدفين وكلين شيت. حلو علق الكارير. فيفا 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 نعم. الحمد لله رجع، اشوى رجع. طيب ما شاء الله بوسكيتس يقلع من الثقه اللي عندك. والله يبدا فيدال، والله فيدال يا ابوي والله قدم مباراه حلوه الصراحه اللي قبل. فانا داخل الشوط الثاني بس. يلا يا رجال يلا يا رجال، ضد سيتي. خلوا يا عيال، ستيرلينج هو هداف الشامبيونز في ذا النسخه. ستيرلينج نعم، يعني انا الحين جالس اواجه اقوى مهاجم في دوري ابطال اوروبا. يا ساتر ستيرلينج اطف يا رجال. اطلع بالكوره بس الانجلي، اطلع بالكوره، اطلع برا الملعب. اوكي خلاص ارجع ارجع، خطيره لا يسجلون. واو 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 يا عيال، خطيره الهجمه والله. تراني وثقت ببيكي وحطيته، ترى كنت بدخل امتيتي بس فكرت قلت لا خل خل بيكي. سواريز يا سلام، الفيدال فيدال السميدو حلوه. تكفون جول يريحنا الجول يا الوزيتو. بعدين يا سميدو تحت تحت، ميسي ميسي ميسي. يا الله ركنيه ثانيه، يمديني يمديني والله، احس يمديني يا عيال اسجل بالانجلي. تكفى يا الله يا الانجلي، وش راسك مايل والله، لو راسك مربع ما راحت الكوره هناك. حلوه سواريز سواريز، ايش بتسوي؟ الله يستر الفريق يا اخوان. انا سويت اعاده بناء الموسم برشلونه كامل شكله، مو بس الانجلي. تعالي يا عمري اصفر يا رجال، ضف وجهك يا رجال، ضف وجهك. بس انا ناوي اجويرو، ترى ناوي مفصل اجويرو. الانجلي الانجلي، الخروج بالكره الخروج بالكره الخروج بالكره. سواريز يا سلام يا سلام، الانجلي لازال والله اني احارب في الهجوم. جريزو جريزو جريزو، حرام والله والله حرام، كنت بسجل. اوه سميدو اوكي البا استفيان العالم، ويقدر الفيفا عدد اللاعبين المحترفين الممارسين لكره القدم بحوالي 250 مليون لاعب. يا الله على هذا الرقم، رقم كبير يدل على شعبيه وبساطه هذه اللعبه. والله لحظن يا عيال والله لحظن. يلا تعال اضغط اضغط فاندي بيك، اضغط اضغط اضغط، تحداك اطف. يلا يس. لا لا الانجلي صار عنده ثقة في نفسه واموره تمام. حلو سجلوا حلو اجويرو. لو سجلوا لو سجلوا الثاني تهلون. يا سلام غلطة مني يا اخوان. شتيجن يا سلام عليك يا تير شتيجن. اوكي خذ، يقلع بس ضغط السيتي يا عيال، ضغط مو بصاحي يا عمري. يا ديونج من اول فك الوسط فك. يلا روح بدال. سواريز 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 ثاني مرة. يا ارثر ايش تسوي يا ارثر؟ الوضع صعب الصراحة في هذه المباراة والله. صح احنا فايزين متقدمين بس لو سجلوا هدف سلم على المباراة. اوكي. لو سجلوا هدف يتأهلون.
تكفى يا اخي سواريز انت مكثر صدق مكثر قبل الجيم مندي ولا وشو اوكي خطيره 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 كنسلو كنسلو رفعت السم يس اوكي كويس خطيره لازالت بيكي يا بيكي شلون المهاجم يعطيك ظهره زي كذا ايزي يا سلام والله ضغط علينا طيب العبها العبها لي فوق خذ شتيكن عشان نضيع وقت فهمتوا بالراس يلا ميسي مشي الميسي جو يا سواريز المهارة اخس والله سواريز الصدق مهارات الغريبة اللي تمشي ما ادري شلون مرتدة خطيرة والله مرتدة خطيرة طيح طيح في التسلل على التسلل امشي الله يقلع بيسكي بيكي اقول لك على التسلل خطيرة خطيرة يو خطير والله والله السيتي خطير يا لو سجلوا وفازوا صفر 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 الحمد لله والله مباراة صعبة يا عيال مباراة صعبة الى نصف النهائي والله بس الانجلي تراني ادائي جيد جدا صراحة هذه المباراة كان ادائي مو بذاك الزود على عكس اللي كانت في ملعب الاتحاد فلازم نصف النهائي اكمل ريال مدريد في نصف نهائي الشامبيونز هذه حلوة المباراة ريال مدريد ضد برشلونة في نصف نهائي الشامبيونز ليج اخر مرة صارت انتصر برشلونة اللعب بلعب واحد خلاص الان راح احط الانجلي وبدخل امتيتي طبعا جنبيلهم والله بيكي ما تشد هذه المباراة والله ما تلعب هذه المباراة انت بوسكيتس برا بيدال هنا تركيز والله ضد ريال مدريد اوكي لازم ننجح لازم ننجح في هذه المباراة اول شيء في البرنابيو كويس اذا سجلنا هدف هدف بهدفين لازم نكمل على نفس هذا المستوى هازارد بيل بنزيما ها ها ما اي هشوة ما في شيء هنا بالله البا حلو حلو اصبروا حكمة تراها ترى حكمة وذكاء شفتوا عبد الله والله ما في منا فاهمين شيء والله حتى انا ماني فاهم شيء ما ادري ايش جالس اسوي قبل شوي هرب 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 وين رايح لا لا يا جوردي كنت ابجي قدامه واخر يا الله يا الانجلي ركني 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 حكم يا عمري يا حكم يا عمري يا حكم اسجل على الريال في نصف نهائي اوكي يلا ميسي رفعه جو يا عيال والله قايل لكم ما ولا شيء ما هجموا خطيره خطيره يا سلام ضغط عليكم يا رجال يا رجال هدوها هدوها والله عندنا اغلاط بالدفاع ترى الخصوم مو بجالسين يستغلون ذا الاغلاط يا سلام يا سلام يا سلام يا سلوو يا سميرو استهدي بالله 0-0 الشوط الاول يعني احنا وصلنا ومدريد وصل فرصه واحده فلازم نركز يا رجال خطيره خطيره وين رايح وين الانجلي البرايم موجود اوكي يلا حلوه 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 ديمبلي 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 اوكي انا تقدمت يعني حسيت هجمه حلوه الصراحه ضغط ضغط من الريال مشكله الشباب خطيره خطيره اوكي خطيره والله والله خطيره قلت لكم يا رجال قلت لكم يا رجال خطيره الوضع خطير كذا هدف الاول ريال مدريد خطيره متيتي يو اوكي بيل يا الله ضغط عالي ضغط عالي اوكي يو يا شتيجن مدريد ضغطنا ضغط اوكي تشوفوني اسكت والله ابغى اركز خلاص اذا شفتوني ساكت يعني مركز طير يا سلام ما في احد قدام حلو 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 وقفوا كويس يا رجال خطيره يا ساتر يا ساتر يا عمري اوكي هنا روح جريزمان روح جريزمان روح جريزمان روح جريزمان والله اسست مني يا جريزو جريزمان انطوان توقف خلاص ما عاد فيني اتقدم انا الانجلي تعب مره يلا يا رجال يلا يا الله ميسي اوكي الحمد لله تمريره زايده ملقوفه يا ميسي بس الحمد لله مشت حلو حلو فيدال 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 واو يا الجول واو يا ارثر يا عمري التعادل يا ارثر شلون رجل ارثر زي كذا قويه ما خبرها قويه انا توتر مباراه توتر يا عيال بس 1-1 كويس ان سجلنا في سانتياغو يا رجال كويس كويس تعادل افضل ونعدل اخطائنا في الكامب نو تكفون 88 صار والله اني جالس ابدع هذه المره راح ابدا بوسكيتس خلاص يا اخواني تقولوا عبد الله بوسكيتس ما لعبت تلعب الحين نصف النهائي نفس حركات تشافي طبعا بس لا انا اثق بوسكيتس بهذه المباراه خلاص وراح ندخل سامويل مع انه تعبان ومتيتي بس عادي يلا يا رجال يلا يا رجال ضد مدريد في ارضنا انا اتوقعها مباراه صعبه جدا نفس اللي صار نفس اللي صار قبل يا هلا على النهائي نهائي الابطال مستوعبين والله ذا الفريق نفسه طلع بثمانية شوف الان يوصل لنصف النهائي ويوصل الى النهائي باذن الله خطيره وين رايح وين رايح يا ها كريم اوكي عاد ايش فيك سكران الانجلي انت والله صدق ثبت ضغط 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 ضغط
تغيير جهاز اللعبه جوردي البا يا سلام يا الثقه. سواريز 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 المرمى يمينك يا اخوي. خلاص خلاص معلش سواريز دليتك على المرمى ومتصلنا اكثر واحد يعرف طريق المرمى معلش. انزيما اوكي تعال يا سلام اقراك انا اقراك ايزي تستفهم ايزي. اوكي طير 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 افضل شيء طير اشوى الحمد لله. ايه يا شيخ ايه باقي شويه رجال شدوا شدوا مارسيلو احشروه. ايش في اوكي ايش في مارسيلو فجاه صار رونالدينيو خطيره متيتي يا سلام يا بوسكيتس عن الفلسفه والله العظيم خطيره الكوره بيل. اوكي البا البا ايه الانجلي موجود. لا لا يا عادة بناء جميلة الصراحة جميلة جميلة. اوكي الانجلي الانجلي مع بيل عادي عادي بيدك مشيها مشيها لك الحكم لانك شاطر تلعب كويس يمشيها لك. مرتدة ميسي 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 هنا جريزمان تكفى انت متسلل. لا يا جريزو كلم شعرك ذا الطويل. الحين شو الخطة؟ تحضين نعم تحضين اخر دقيقتين والله لحظا تعال. اوكي تعال انت تعال تعال هازارد تعال لا تخاف لا تخاف تعال. عبد الله ايش سويت والله وراني خفت انا اللي خفت من هازارد انا اللي خفت من هازارد اشوف افتكيتها اشوف الى نهايه دوري ابطال اوروبا. اوه اتلتيكو طالع ليفربول بالنهائي يعني يا اسطى محمد صلاح ماني فيرمينو يا الله يا رب لاني اذا فزت بالشامبيونز راح تكون اعاده بناء ناجحه 100% لو خسرت الشامبيونز يعني اتوقع بتقيموني على اداء الفردي بس. لازم نقدم اداء اسطوري باذن الله نهايه تشامبيونز ليج ان شاء الله راح نرفع البطوله. وش الملعب المقصوص ذا؟ اي وين المدرج ولا وش السالفه؟ لو برونو فرنانديز يلعب في ذا الملعب كل الكور برا تلقاها في المواقف. يا سلام تمريره الله 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 اطلع 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 سواريز سواريز يو جول والله جول والله جول يا عمر. اضغط اضغط في الزاويه خطيره والله محمد صلاح محمد صلاح فابينو. اوكي ركز راح يناول راح يناول راح يناول راح يناول الانجلي معاه الانجلي معاه. اوكي يا سلام يا الانجلي تركيز في هذا النهائي اضغط على فابينو يا جوردي البا. هي الانجلي يا جوردي البا لا تعطيه مساحه انه يرفع. سميدو يا ساتر ليفربول يا عيال انواع العرضيات ليفربول 2020 كذا خطيره. اوكي محمد صلاح محمد صلاح يا عمري يشتيقن. اوكي وي بعيده 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 خطيره فيرمينو. اوكي يا ساتر استر فيلاندوم لا يا بيكي يا عيال انا بمسك بيكي ذا وصفقه وشو لا تتدخل ارجع يا ليت تتدخل وقطعها تزحلق كذا بيكي تزحلق فجاه من مخه وهقني والله وهقني. يا شيخ ضف يا شيخ شرها على لاعبك بلا تاريخ بلا خرابيط ادخل ادخل امتيتي ادخل ادخل خطيره يا اخي يضغط. ايه يا عمري يا سميدو وشو يلا على الله ذا الصلافع خطيره يو والله دفاعنا ملخبط. اوكي على كذا نسحب الدب نعم نسحب الدب وندخل هذا واتوقع اني بسحب راكيتيتش يا اخوان ورسوي تغيير كامل في التشكيله بقاء واختراق. نعم هذا نهائي جلسه اعدل اي نعم راح اعدل نبغى شوط ثاني وجه ثاني للبرشا يلا شد انت وياه يا اخي دفاعهم بطيء يا اخي شوف المساحات كريزو ميسي وجه ثاني يا اخوان الفريق باذن الله. الان تبديلات هجوميه التشكيله كلها تهاجم الان دخل فاتي وديمبلي دفعه واحده يا عمري يا الانجلي. اوكي ديونج ديونج لا تتاخر لين يضغطون عليك. اوكي يا ساتر يا ساتر يوهو اعطيت اسيست يا اخوان بالله كيف عدلت موسم الانجلي اقسم بالله اني عدلته اي يس اعطيت اسيست كنت ابي اطلع اسيست ولا جول في ذا المباراه يا رجل في الحلقه معليش احشر اي اي يا الانجلي. اوكي ارجع لي يا شيخ ارجع شوف شوف الهدوء قول اقول عبد الله اقول عبد الله لو تترك الفلسفه احيانا اكسب الله عليك يا جوردي يا الهدوء يا سلام كل كوره العاليه غلط لا والله مشت والله ديمبلي ديمبلي يو يا ديمبلي الانجلي راح ميسي تكفى يا ليو تكفى يا ليو الانجلي والله ابغى اسجل لا حول ولا قوه الا بالله. على العموم اعاده بناء ناجحه وعدلت موسم الانجلي يا اخوان هذا الموسم هو اللي قتل الانجلي في الصدق اعادة بناء ناجحة الموسم الانجلي الصراحة وقدمت اداء حلو. لا تنسون تشتركون بالقناة ولا تنسون متجرين لبيع الكوينز الاسعار نازلة المليون 159 بدال 195 فاذا حاب تشتري كوينز رابط متجري تحت في الديسكريبشن وان شاء الله استمتعت في مقطع اليوم لا تنسون تشتركون بالقناة فبس هذا كان عندنا مسلك الاشتراك ومع السلامة.